وللحديث أكثر عن مصير الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا بك سيد لبيد. بداية، وكما تعلم أيام تفصلنا عن الانتخابات التي تحدد لها أكثر من موعد، برأيك هل تجد أن المؤشرات تنبئ عن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا بك. بالنسبة للمراقبين يجمعون، أو غالبية المراقبين يجمعون على أن فرص إجراء الانتخابات يساوي فرص عدم إجرائها، لأن لحد الآن الظروف غامضة بالحقيقة، وتفصلنا عن الانتخابات حوالي 70 يوما، وخلال هذه الأيام شهرين ونصف تقريبا لا نستطيع أن نخمن ماذا سيحدث في العراق على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الأمني، خصوصا على الصعيد الأمني، لأن أي تفجيرات أمنية أو أي تصعيد في درجة حرارة الصراع، خصوصا الصراع بين أمريكا وإيران، سيؤثر على مؤشرات الانتخابات. هل ستقع الانتخابات تجرى انتخابات أم لن تجرى؟ نعم. فالأيام حبلى فيما يبدو أنه إجابة واضحة على السؤال الذي تفضلتم به. نعم سيد لبيد، هناك عراقيون يطرحون تساؤلات كثيرة، منها كيف يمكن إجراء انتخابات يبدون فيها بآرائهم بكل حرية في ظل سطوة السلاح واتساع نفوذ الميليشيات؟ نعم، منذ أن استجابت الحكومة إلى المطالب الملحة للمتظاهرين، متظاهري انتفاضة تشرين، وكان أهم هذه المطالب هو إجراء انتخابات مبكرة وتغيير قوانين الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات المتهمة أو الضالعة بالحقيقة بتزوير الانتخابات السابقة في عام 2018، منذ ذلك الحين بدأت الحركات المحمومة للقوى السياسية الرئيسية، لا سيما القوى ذات الأجنحة المسلحة، من أجل تحشيد قواها والسيطرة على الساحة العراقية، والقول بأنها هي القوى الفاعلة وهي التي تستطيع أن تتحكم بالمشهد السياسي في العراق. ولذلك تفاقم حاليا المخاوف جدا شديدة، أصبحت بعد أن تزايدت عمليات الاغتيال في صفوف الناشطين. والسؤال المطروح حاليا، كيف يمكن أن تجرى انتخابات نزيهة، وكيف يمكن للمواطن أن يدلي بصوته في ظل هذه عسكرة الشارع، وفي ظل استئساد قوى الميليشيات في الشارع، واستمرار عملية الترهيب والترغيب على قدم وساق. نعم. إلى السؤال الآخر الآن، يعني بعض من يوصفون بالزعامات السياسية بين شركاء العملية السياسية أعلنوا مؤخرا انسحابهم من المشاركة في الانتخابات المنتظرة، كيف تقرأ مثل هذه المواقف؟ هناك المواقف هي تبدو متشابهة، لكن المبررات متباينة إلى درجة معينة. فكثير من هذه القوى تبرر انسحابها من الانتخابات بكون ان السلاح منفلت، وبكون ان الظروف اصبحت معقدة الى درجة بحيث لا يمكن ان تضمن نزاهة الانتخابات، وكذلك تضيف مبررا اخر بان الواقع الاقتصادي والواقع الامني اصبح سيئا جدا في العراق. ولكن هذه بالحقيقة إذا نظرنا إليها بشكل جوهري أعمق نجدها دعاية انتخابية بالحقيقة، ونعرف بأن هذه القوى أعلنت انسحابها من الانتخابات شفهيا، ولم تقدم طلبا قرارا تحريريا بالانسحاب قبل غلق باب الانسحاب في 20 حزيران الماضي. فالمراقبون معظمهم يتوقعون بأن هذه بالحقيقة قرارات سياسية تكتيكية، الهدف منها بالحقيقة لفت النظر المواطنين، وهي ترمي إلى دعاية انتخابية، والتوقعات تصب بأنهم سيعدلون عن كلامهم هذا ويشاركون في السباق الانتخابي. بالحديث عن نفوذ الميليشيات وسيطرة السلاح، إلى أي مدى ترى أن
استمرار ملاحقة الناشطين واغتيال بعضهم ينبئ عن شكل الانتخابات المقبلة، هذا فيما لو تمت. عملية الاغتيال التي تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم لها هدفان، يعني الهدف الأول الهدف الآني هو هدف بين هلالين، هدف تأديبي بأن أننا نحن هنا ونحن وجودنا يتزايد ثقلا في الشارع العراقي، ونستطيع أن نفعل ما نريد، وأننا أقوى من حتى من القضاء العراقي، لأن كثيرين من المجرمين مجرمي قادة الميليشيات كما نعرف أفلتوا من العقوبات، والقضاء كما نعلم القضاء مسيطر عليه مسيس أو هو فاسد أيضا. هذا من ناحية. من الناحية الاستراتيجية تصفية الناشطين يراد منه أن لا تكون هناك انتفاضة بعد الانتخابات، لأننا نعلم بأن الشارع يغلي، وعندما إذا تحققت الانتخابات وخرجت الانتخابات بنفس تدوير عن عملية تدوير، وإذا بالعملية السياسية تخضع لعملية تدوير أسوأ مما كانت عليه، فستكون هناك ثورة كما يتوقع جميع المراقبين، ثورة كبيرة ضد النظام السياسي تستهدف اقتلاعه من جذوره. لذلك عملية اغتيال الناشطين هي محاولة لإجهاض الانتفاضة المقبلة ما بعد الانتخابات القادمة. السؤال الأخير الآن سيد لبيد، يعني في ظل كل ذلك يطالب المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات، كيف تقرأ هذا الطلب على الرغم من تكميم الأفواه ليس بالاعتقال أو الإخفاء القسري فحسب بل بالاغتيال أيضا؟ بالنسبة للمجتمع الدولي لديه أهدافه ولديه أجندته، ونعلم بأن المجتمع الدولي يدعم النظام القائم في العراق رغم فساده، ورغم أن هذا النظام ضليع في عدائه للشعب، ورغم كل التجاوزات والانتهاكات في مجال حقوق الإنسان التي مارسها هذا النظام وميليشياته وبكل مفرداته، إلا أن النظام الدولي للأسف ما زال يوفر دعم لهذا النظام. ماذا يريد النظام الدولي من العراق؟ النظام الدولي يريد أن تستمر المصالح التي يستفيد منها النظام الدولي، أن تستمر الأموال الفساد، كلما ازدادوا فسادا قوى العملية السياسية كلما تدفقت أموال أكثر فأكثر إلى بنوك أوروبا وبنوك أمريكا، وهذا ما اعترف به كثيرون من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي. العالم مستفيد ماديا من حالة الفساد الموجودة في العراق، بالإضافة إلى أن العراق أصبح باب استثمارات لشركات غربية وأمريكية، وهو بلد أصبح يعتمد على تجاريا يعتمد على المصادر الخارجية. فلذلك النظام الدولي أو القوى الدولية الغرب يريد أن يستمر هذا النظام وتترسخ جذوره بأي شكل من الأشكال، سواء كانت انتخابات مزورة أو أي طريقة أخرى. نعم. لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك.